حسن، واهلا بمشاهدينا الكرام مشاهدي الاخباريه في هذا النقل الحي المباشر اليومي من هنا من ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، نشاهد نحن يوميا الاحصائيات والتذبذب في الارتفاع والانخفاض لمعدل الاصابه والتعافي من كورونا، وبلا شك بان وزاره الحج والعمره ضبطت عملية الدخول للمسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تطبيق اعتمرنا. هذا التطبيق والذي أتاح للمصلين هنا في المدينة المنورة وللزوار وأيضا للزائرين من خارج المملكة إلى هنا المملكة إلى المدينة المنورة من عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي الشريف في أجواء تكفلها الروحانية والطمأنينة. للحديث عن جهود وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة وتحديدا هنا في المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية المحيطة بهذا المسجد المبارك، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الدقائق سعادة وكيل وزارة الحج لشؤون الزيارة الأستاذ محمد البيجاوي. حياكم الله سعادة الأستاذ محمد، وسعداء جدا بأن تكون معنا على الإخبارية. حياكم الله أستاذ وائل والمشاهدين الكرام في قناة الإخبارية، كل عام أنتم بخير. أستاذ محمد، بداية نود أن تحدثونا عن جهود فرع الوزارة هنا في المدينة المنورة منذ استقبال الحجاج من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وصولا إلى سكنهم وصولا إلى الروضة الشريفة ومنطقة الزيارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله عز وجل اللي مكن هذه البلاد المباركة بقيادتها الحكيمة وأبنائها البررة من التخطيط لإدارة الأزمة بكفاءة واقتدار، وأيضا إعادة فتح الحرمين الشريفين لنراها وتسعد قلب كل مسلم في أنحاء العالم وفي داخل المملكة العربية السعودية، من الطائفين والعاكفين والركع السجود، من الزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصلين، بعد أن عانينا مرارة الإغلاق التي قدمت فيها مصلحة حفظ النفس على إقامة الشعائر في ذلك الوقت. الحمد لله وزارة الحج والعمرة من خلال عملها مع منظومة متكاملة من أجهزة الدولة تنسق وتدير موضوع تدفق الحشود إلى الحرمين الشريفين بكل كفاءة واقتدار بمراعاة عالية للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي تضعها وزارة الصحة ممثلة في مركز وقاية. الآن لدينا بفضل الله عز وجل منذ يعني عودة الزيارة للمسجد النبوي الشريف لدينا ما يصل إلى 1,800,000 زائر دخلوا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا. نعم. هذا التطبيق مليون زائر، أكثر من 1,800,000 زائر. نعم. هذا فقط للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله، عدا المصلين في المسجد النبوي. وهذا العدد حقيقة لم يكن بالإمكان ضبطه لولا تسخير التقنية والتكامل مع الأجهزة الأخرى. اليوم من يحجز وفق الطاقة التشغيلية للمكان التي تراعي التباعد، يحجز وهو مؤهل بالاشتراطات الصحية، أن يكون مؤهل غير مصاب، أن يكون محصن كما صدرت التوجيهات في بداية شهر رمضان. الزوار القادمين من خارج المملكة الآن بتصدر تأشيرات لهم للقدوم إلى المملكة بموجب أيضا هذه البروتوكولات. جميل. يأتوا إلى المملكة، يخضعوا إلى الحجر الصحي، تتابع أوضاعهم بعد التحقق من سلامتهم وسلامة التحصينات التي حصلوا عليها في بلادهم، تمنح لهم الأساور وتربط بتطبيق اعتمرنا لتدار الطاقة التشغيلية للمكان بمنظومة متكاملة مع الجهات الأخرى. أستاذ محمد، إذن ونحن نتحدث عن هذه الأساور، ما هو البروتوكول المعمول هنا في المدينة المنورة منذ وصول المعتمر إلى المدينة سواء عن طريق أي منفذ من المنافذ؟ هو لا شك المعتمر الآن إذا وصل من خارج المملكة سواء عن طريق منفذ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بيتجه مباشرة إلى الحجر الصحي. يدخل إلى الفنادق المخصصة لهم وفق الاشتراطات في داخل الفندق، في الإقامة، التباعد، الفريق الصحي الذي يكشف على هؤلاء الزوار الكرام، ثم تجرى لهم فحوصات المسحات اللي هي لكشف الإصابة
فيروس كوفيد. في الأساس هم قدموا إلى المملكة بموجب أيضا فحوصات تثبت خلوهم، ولكن أيضا لمزيد من التأكد بعد أن تمضي 3 أيام الحجر يسمح لهم بالخروج، وبالتالي حتى يستطيعوا أن يدخلوا إلى الحرمين الشريفين أيضا لابد من التحقق من التحصين الذي حصلوا عليه، ثم بعد ذلك تمنح الإسورة لهم ويتجه من مركز عناية وفق جدولة محددة، وكل إسورة عليها باركود تقرأ عند الدخول حتى يدخل في الوقت المحدد له وفقا للساحة أو السعة التي تدار بها الروضة الشريفة أو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة شراكة ناجحة مع سدايا في هذا التطبيق، هل يمكن لنا التأكد من الوضع الصحي اليوم في المدينة المنورة مثلا؟ لا شك اليوم يعني نحن نقف في ساحة المسجد النبوي الشريف والحمد لله، يعني تتأكد أن كل من حولك هو محصن بموجب تطبيق توكلنا، بموجب الحالة التي تظهرها لهذا الشخص سواء مواطن أو مقيم أو زائر من خارج المملكة أنه محصن. هناك تدفق آني للبيانات، لا سمح الله الآن لو أي شخص أصيب ستظهر فورا حالته الصحية، لا يسمح لأحد بالدخول من قبل الإخوة في رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف وقوات أمن الحج والعمرة من خلال البوابات إلا بموجب الحالة التي تثبت أنه محصن حتى نضمن الوقاية بإذن الله تعالى للزوار في هذا المكان المبارك. السؤال الأهم اليوم أستاذ محمد، والجميع يسأل، ماذا عن الحج؟ المؤشرات الحالية والجميع يترقب هذا الموضوع. لا شك المملكة العربية السعودية هي جزء من منظومة العالم، التعامل مع هذه الجائحة هو تعامل دولي، تعامل منظومة يعني عالمية، ما يحدث في العالم تتأثر به المملكة العربية السعودية. المملكة الحمد لله اليوم هي من أنجح الدول في إدارة هذه الأزمة، ما ندير به وضع زوار الحرمين الشريفين من معتمرين ومصلين ومن يأتوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزيارة والسلام هو يتماشى مع البروتوكولات العالمية، وهذا أعطى حقيقة تجربة جيدة وخبرة. تقييم الوضع القائم حاليا هو من سيحدد الوضع لموسم الحج، لكن نسأل الله عز وجل أن يعني بقدرته أن تنحصر هذه الجائحة ويستطيع كل مسلم أن يأتي. التعامل ليس من السهل أن تستقبل هؤلاء الزوار ثم تعرضهم للخطر وتعرض أيضا هذه الأماكن التي فيها الحشود، ولذلك لابد من التعامل الحذر. وهناك فرق حقيقة بتوجيهات من القيادة عزها الله تتابع وتقيم الوضع آنيا وفق ما يحدث في دول العالم، بالإضافة إلى التجربة القائمة حاليا تقيمها، ثم بعد ذلك إن شاء الله سيتخذ القرار. نعم. فيما يخص تجويد الخدمة، قامت وزارة الحج والعمرة خلال الفترة الماضية بتطوير العلاقة التنظيمية ما بين الوزارة وما بين مؤسسات الطوافة والأدلاء هنا في المدينة المنورة، آخر المستجدات حول هذا الموضوع؟ لا شك اليوم ضمن رؤية المملكة 2030 يعني هناك عناصر رئيسية تتحدث عنها الرؤية. هناك برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يتحدث عن استقبال المزيد من الأعداد من الحجاج والمعتمرين والزوار، تقديم الخدمات بجودة عالية، وأيضا إثراء التجربة. وهذا الأمر لابد أن يحدث بشراكة فعالة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث، ولذلك وزارة الحج والعمرة الآن حقيقة بقيادة معالي الوزير الدكتور عصام ومعالي نائبه تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكانت إحدى أولى أولوياتها هي الارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف التي توارثت هذه المهنة منذ سنوات طويلة، وإنهاء الشكل السابق الذي كانت تعمل عليه التجريبي. هي ليست تجريبية لكن هي مؤسسات ولكن تعمل بالصفة الفردية. صدر أمر سامي كريم حقيقة يعني لهذا التحول، وبدأت الوزارة تعمل عليه، وحرص حقيقة معالي الوزير منذ يعني بداية تكليفه على قيادة هذا الملف، والحمد لله الآن نحن في مرحلة التأسيس لهذه الشركات حتى تعمل بصفة منفتحة، تستطيع أن ترتقي بمستوى الخدمات وتستطيع أن تنافس في هذا السوق وتقدم أفكار إبداعية في خدمة الضيف الكريم. أستاذ محمد، من جهة أخرى فيما يخص موضوع الإعاشة وعمليات تأمين السكن، أنتم هنا في إدارة الحشود في وزارة الحج
لديكم تراكمات خبرة في هذا الجانب، ولا سيما ونحن نعيش في هذه الأيام أيام الزيارة والعمرة. هي منظومة صناعة، صناعة الضيافة، صناعة الإعاشة، صناعة النقل، صناعة الخدمات الإثرائية، منظومة متكاملة حقيقة تقدم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقدم بخصوصية ربما لا تجدها في العالم. هذا التجمع الكبير الذي تجتمع فيه جنسيات تصل إلى 190 جنسية في مكان واحد في وقت واحد، وبأهداف وغايات محددة تختلف عن التجمعات الأخرى، تتطلب أن تقدم لهم خدمات بعناية. يعني دعنا نتحدث أن أحد الأهداف التي تسعى لها المملكة العربية السعودية في رعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما أن تقام هذه الشعائر بسكينة وطمأنينة. فنحن نريد الحاج والمعتمر والزائر يأتي ويتفرغ للعبادة ويجد كل الخدمات محققة للآمال والتطلعات، بل تفوق توقعاته. طيب، ونحن نعيش في هذه الأيام أيام العشر الأواخر، ما هي التوجيهات والنصائح التي تقولها لمن يتابعنا من الزوار والعمار، خاصة في هذه الأيام أيام تهجد وأيام عبادة؟ نحن نتمنى من الجميع أولاً أن نرفع سوية، أن أكف الضراع إلى الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عنا جميعاً، ثم نسأل الله عز وجل التوفيق لقيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حتى نستمر في هذه النجاحات. ومطلوب منا جميعا أن نلتزم بالتعليمات والوقاية والإجراءات الاحترازية حتى نحافظ على ما تحقق، ونسعد باستمرارها الحرمين الشريفين مفتوحة وتقام فيها شعائر الله عز وجل. أخيرا أستاذ محمد، يعني بإذن الله تعالى هذا التنظيم سيكون هناك أيام العيد أيضا؟ لا شك سيستمر، طالما أن هناك زوار سيستمر التنظيم بنفس الآلية ودون أي تراخي، حتى يعني على مدار الساعة بإذن الله تعالى. شكرا لكم الأستاذ محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، على هذه المعلومات. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. إذن حسن، مشاهدينا الكرام، هذه الخدمات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة هنا في المملكة العربية السعودية لقاصدي هذه البلاد المباركة للحج والعمرة. وكما نلحظ من خلال الكاميرا في وقت سابق الزوار وتوافد وتدفق الزوار من داخل المدينة المنورة ومن خارجها، بل من خارج المملكة العربية السعودية، تحفهم هذه العناية الإلهية وتحفهم هذه الخدمات وهذه المنظومة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتكامل ما بين جميع القطاعات الخدمية لخدمة الزائر الكريم. أنتقل إليك حسن بالصوت والصورة إلى الرياض.